وهو السيد صفار، الشهيد صفار، وكذلك الأخ كان لا أذكر اسمه، كان مدير عام صحة ديالى على ما أعتقد. هذا الأمر الذي وجه الأنظار والصحافة ودولة الاحتلال في حينها على هذه الوزارة بالذات، هذا من جانب. الجانب الآخر، وزارة الصحة كانت هي أهم وزارة في تلك الفترة، ليس بتقديم الخدمات، خدماتها كانت لا تساوي، لكن هي الوزارة على الأقل الوحيدة التي كانت تعرف مقدار الجرائم التي ترتكب في العراق. يعني كما تعرفون القتل والغدر والتفجيرات والعمليات الإرهابية، كانت هذه الجثث للعراقيين الأبرياء تذهب إلى وزارة الصحة وعلى وجه التحديد في دائرة الطب العدلي. لذلك وزارة الصحة كان موجه عليها الأنظار أو العدسة، لذلك كشفت من هذه الجرائم. لكن الجرائم التي ارتكبت في وزارة الدفاع لا تقل عنها، يعني بدون مبالغة عشرات الضباط، كبار الضباط التي حقيقة لم تسعفني الذاكرة بذكر أسماءهم لكن تذكرها، قد قتلوا وكانت بسبب تصفيات داخل الوزارة، وكذلك في وزارات أخرى، لكن بسبب ما كما قلت قبل قليل وجهت الأنظار. أما علي الشمري فأنا أقول حتى لا يعاد هذا السؤال، نحن من قلنا له اترك الوزارة وأخرج بعيدا عن هذه الوزارة، لأنك حقيقة لا تستطيع إدارتها وهناك جرائم ترتكب فيها. وأما حاكم الزاملي فقد واجه مصيره بالقضاء، والقضاء قد برأه على العلم أن القضاء كان فيه جنبة أمريكية في هذا الأمر. محسن شلاش وزير الكهرباء، أيهم السامرائي وزير الكهرباء، كيف خرجوا؟ وهل هناك قضايا أيضا في القضاء العراقي رفعت ضدهم؟ وإن كانت مرفوعة فعلا، لماذا خرجوا وتركوا ولم يتابعوا من قبل الانتربول؟ محسن شلاش كان وراءه كتلة سياسية، وهي كتلة المستقلين التي رأسها في حينها السيد حسين الشهرستاني، وهو من أتى بهذا الوزير الذي لم يكن حقيقة موجودا في العراق، وإنما كان في كندا أو في الولايات المتحدة الأمريكية في حينها. والجعفري قد رفضه ابتداء ورفضه مؤخرا عندما استلم الوزارة، لأنه حقيقة لم يكن يدير هذه الوزارة بشكلها الصحيح، ولأسباب منها أخلاقية لا أستطيع أن أذكرها في هذا البرنامج. لكن نتكلم عن قضايا الفساد بلغنا فيها مرارا وتكرارا، لكن وقوف كتلته إلى جنبه بعد أن خرج وأقاله الجعفري أو أعطاه إجازة إجبارية فترك العراق، وحولت في حينها قضاياها إلى النزاهة، بعضها حكم بها غيابيا لكنه لم يحضر العراق لحد هذه الساعة، لكنه مطلوب إلى القضاء العراقي. لكن كما تعرفون هو يحمل الجنسية الأمريكية، فهناك بعض الحماية الدولية على هذا الشخص. ولكن هناك الانتربول سيد بهاء، هناك الانتربول، يعني الانتربول حقيقة، لا ليس فقط الانتربول، كل الاتفاقيات التي دخل بها العراق للأسف الشديد بسبب الاحتلال وباعتباره ناقصة سيادة، وحتى البند السابع الذي كنا نتكلم عنه هو ليس فقط فيه أموال، لذلك لم تبقى للعراق أو لدولة العراق هيبة نقولها بصراحة. لكن القانون الدولي بالنسبة لازدواج الجنسية كان واضح وصريحا، فبالتالي أكيد هيبة الدولة وفقا للقانون الدولي للولايات المتحدة الأمريكية أو لبريطانيا هي تختلف عن الدول العربية وخاصة العراق. أنا أقول الموضوع هو موضوع حماية دولية، لأن وزارة الكهرباء لحد هذه الساعة تتدخل بها الولايات المتحدة الأمريكية. لو تشاهد أو تراجع الشركات التي عملت بهذه الوزارة هي من حمت هذه الوزارة، ودليل على ذلك الوزير الذي يليه حقيقة التي يعني هو كان موقوف لدى هيئة النزاهة وعلى وجه التحديد في مركز شرطة داخل منطقة الخضراء، ودخلت قوات على اعتبارها أنها قوات أمريكية لتأخذ هذا الوزير، وهو الذي عقب محسن شلاش، لكن اتضح أنها شركة أمنية، ومن ثم هربوه بطائرة خاصة من مطار بغداد. تتحدث عن أيهم السامرائي؟ ومن ثم أيهم السامرائي، نعم أيهم السامرائي، ومن ثم هرب إلى خارج العراق أو عفوا من عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الفساد أو الجرائم سواء كانت فساد أو إرهاب التي وقعت في حقبة الاحتلال كثير منها كان لدولة الاحتلال يد فيها، فبالتالي ليس من المعقول أن تتحرك قوات كبيرة داخل المنطقة الخضراء وإلى مركز شرطة
الصالحية في المنطقة الخضراء داخل حدود أو بناء أو جدران المنطقة الخضراء. طب سيد بهاء، يعني الاحتلال انتهى، تقولون أن الاحتلال انتهى، لماذا لا تفتحون هذه الملفات من جديد؟ أليس للحق العام حق عليكم بأعقابكم أنتم؟ أخي أترجاك لا توجه لي هذه الأسئلة بهذه الطريقة. أنا أقول أيام السامرائي حكم عليه، أيام السامرائي الأم محكوم عليه أكثر من 30 سنة في القضاء العراقي، ومحسن سلاش حقيقة لا أستطيع أعطيك السنوات، لكن حكم بأكثر من 3 دعاوي، وهذه الأحكام غيابية وقد اكتسبت الدرجة القطعية. لكن الآن ولحد هذه الساعة هم يتمتعون بالحماية الأمريكية، ممكن قد يكون تقصير من الدولة العراقية في هذا الشأن، يجب أن تكون عندما ندخل اتفاقيات مع المجتمع الدولي ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون هناك ضغط بعدم دخول العراق بهذه الاتفاقيات إذا كانت تأتي بالمصلحة العامة، سواء كان العراق والدول الأخرى ما لم تسلم على الأقل هؤلاء المجرمين. احنا أكثر من ذلك، المجرم مشعان الجبوري الذي هو حكم عليه غيابيا في بعض الأحيان، بعض المسؤولين العراقيين يساعدوه من أجل رفع الحكم عليه حتى يشترك في هذه الانتخابات، وهذه كانت مسرحية طويلة عريضة أبطالها شخصيات سياسية لا زالوا في الدولة العراقية. عادل محسن، عبد القادر العبيدي، عبد الفلاح السوداني، ماذا لديكم عنهم؟ يعني عبد القادر العبيدي للأمانة يعني هو ترك العراق كما تعرفون، والإشاعات كثيرة، قضايا حيلت كثيرة إلى هيئة النزاهة، لكن لم يصدر لحد الآن حكما قضائيا في هذه الدعاوى، فلذلك لا أستطيع أن أبرئه أو أتهمه. الرجل خرج إلى الإعلام حتى بعد الاتهام وقال أنا ذهبت إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، وقبل فترة شاهدته في الإعلام في هذا الأمر، لكن وقت طلبه من قبل القضاء فيجب أن يكون حاضرا. أما عادل محسن الملفات للتو قد فتحت، وكما تعرفون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واجه مصيره في قضية النجف وأطلق سراحه بكفالة. اليوم ننتظر إلى محكمة الموضوع. الكلام كثير والاتهامات كثيرة، لكن المحكمة من تقول؟ لكن عادل محسن لا زال موجود داخل الحدود العراقية ولا زال موجود في العراق، فبالتالي لا نستطيع أن نقول هرب أو جاء. أما عبد الفلاح السوداني، أنا أقول لك بصراحة وصراحة شديدة، ممكن أن تتعجب من هذا الأمر لأول مرة أقولها على قناة الشرعية، ممكن في قنوات أخرى أذكر في برنامج. عبد الفلاح السوداني شخصية عراقية متدين، يعني متدين، فبالتالي لا أستطيع أن نقول يقوم مثل هذه الجرائم، لكن ذهب ضحية حزبه، وهذا ما قلت له في بداية البرنامج، وأقولها بصراحة وأقولها للتاريخ حتى أبرئ ذمتي منها. على الرغم هو كما تعرفون قد حكم بأحكام غيابية أيضا، الرجل كان من الوزراء باعتقادي أنا شخصيا كان نزيه، لكن عنده سوء إدارة. لكن الحزب الذي جاء به، وللأمانة السيد فلاح السوداني كان لا يرغب أن يكون وزيرا للتجارة، كان مصرا أن يكون وزيرا للتربية، لكن التسابق الذي كان بينه وبين خضير الخزاعي دفع به لأن يكون وزيرا للتجارة ولم يرغب به. لكن الحزب الذي ينتمي إليه في حينها قد شكل لجنة اقتصادية، أي عقد في هذه الوزارة لا يوقعه الوزير ما لم يمر على هذه اللجنة، وهي بمثابة تعليمات حزبية، فالتزم بعبد الفلاح السوداني. واحد أعضاء هذه اللجنة هو كان أخيه وشقيقه الذي توفى قبل حوالي أشهر قليلة أو أقل من السنة، فبالتالي الملايين التي، طبعا مليارات تضررت وزارة التجارة، لكن الملايين التي ذهبت ككمشن ورشا هي كانت للحزب، وأنا أقولها عن قناعة. لذلك فلاح السوداني تقصد كان حزب الدعوة تنظيم العراق سيد بهاء، لنكن دقيقين. نعم نعم نعم. كم تقدير في شهر رمضان ولا يعني نعم. يعني بتقديراتك كم تبلغ لازم أن نعطي الناس حقوقها؟ نعم. كم تبلغ نسبة الأموال التي ذهبت إلى هذا الحزب؟ يعني أنا ما أقدر أقول لك النسبة، لكن أقول لك يعني واقعة واحدة. نحن في 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 الوزارة في الموازنة لعام 2010 أو 11 2010 موازنة 2010، يعني بعد خروج عبد الفلاح السوداني من الوزارة، قد أو 2011 قد عوضنا التجار العراقيين بحدود 2 مليار دولار بسبب ديون كانت موجودة. طبعا هذه مو كلها سرقات، لكن أقول لك بصراحة مثلا استيراد الزيت، يعني الزيت الذي استورده وزارة التجارة في تلك الفترة هو كان يكفي العراق لمدة 4 سنوات قادمة، وكما تعرفون أن الزيت هو فيه أكسباير لستة أشهر، فذلك
الزيت تحول إلى مادة غير قابلة للاستهلاك البشري، فخسرنا الموضوعين. الموضوع الأول الرشاوى التي ذهبت إلى الحزب أو إلى الجماعة التي تعمل، والأخرى هي كانت بسبب إتلاف الدير. لذلك التجار أو المقاولين الذي وردوا الزيت إلى العراق انتظروا سنتين، وهي أقل تاجر كان يطلب وزارة التجارة بعشرات الملايين من الدولارات، باعتقادي بحدود 2 مليار كانت خسارة العراق في هذه الفترة من وزارة التجارة. هؤلاء الوزراء يعني بعضهم أنت ذكرت بعضهم عليهم قضايا قانونية والمحاكم العراقية فصلت بأمرهم، ولكنهم ما زالوا خارج العراق. هل من متابعات، هل من محاولات لإعادة فتح ملفاتهم في على الأقل تحت قبة البرلمان العراقي؟ أنا بس أنا بس الصوت يرجع علي، فبالتالي يعني يمكن أنا أسأل سيد بهاء. نعم سمعت السؤال. لا لا أنا سمعتك، سمعت سؤالك، لكن أنا من أتكلم الصوت يرجع علي، فبالتالي يشوش على كلامي مدى إذا تضبط الأمر. الآن اللي أقول الأمر أو الملف أو القضية عندما تذهب إلى القضاء من الناحية القانونية لا يجوز مناقشتها لا في مجلس النواب ولا في لجنة أخرى، لأن هذه أصبحت تحت أنظار القضاء. فالوزراء أو المسؤولين التي ذكرتهم لحد هذه الساعة هم نوقشت قضاياهم في القضاء وصدرت أحكام بحقهم، أو أما بالتبرئة أو بالحكم، وهذا ما موجود على هذا على هؤلاء الوزراء في هذا الأمر. لكن المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن بالنسبة لملفات الفساد التي هي موجودة، وحتى ملفات إرهابية سوف تخرج في القريب المستقبل القريب. المشكلة وين؟ المشكلة عندما يكون المسؤول في الحكومة أو في المسؤولية لا يستطيع أحد أن يتحرش به، أو تكون فيه المطالبة به فيه تكون ضعيفة جدا. ليش؟ لأنه موضوع المحاصصة، وبالتالي كل حزب يحمي، لكن من يخرج هذا المسؤول من المسؤولية تكون المساءلة فيه. لذلك أنا باعتقادي هذه الحكومة، وأقولها كحكومة سواء كان من كل المسؤولين فيها من كل الأحزاب وإن كانوا من التيار الصدري، سوف حتى لا تكون المسألة مسألة حزبية، كلهم على وجه سواء كانوا وخاصة المستشارين والمقربين من مكتب رئيس الوزراء غالبيتهم سوف يكونون ملاحقين من القضاء العراقي عن هذا الأمر. وأنا أقول لك بصراحة يعني صدام حسين عندما شاهدنا المحاكمة، كل العراقيين شافوا المحاكمة، صدام حسين عندما ما حكم على جريمة ارتكبها قبل سنة أو سنتين، بعض الجرائم كانت لعقود من الزمن. لذلك الأموال العراقية والدماء العراقية هي غالية، وهي مسؤولية ومسؤولية الجميع، الكل منا مسؤول، والكل سوف يسأله الله قبل القضاء. فأكيد هذه الملفات بعد سنة وسنتين وعشر سنين سوف تظهر القضاء، وكل مجرم سوف يأخذ جزاءه سواء كان في هذا الحزب وهذه الأحزاب، لكن للأسف الشديد كثير من هذه الأحزاب هي أحزاب إسلامية. ونحن لذلك الحين حين تقديم هؤلاء إلى القضاء ونيل جزاءهم نبقى نثير هذه التساؤلات، لماذا هذا الصمت؟ السيد بهاء العرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، شكرا جزيلا لك. وأنتقل بضيف مشاهدينا الآن إلى ضيف من النجف السيد علي الشمري وزير الصحة العراقي الأسبق. أهلا بك سيد علي. الحاضر الغائب، خرجت بشكل مفاجئ وعدت أيضا بصمت، كيف خرجت وكيف عدت؟